يوم النسام، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ واتمنى تكونوا بأفضل الحال وانتم قاعدين تشوفون المقطع حق اليوم. طبعا انا حاسه بشيء جدا غريب لانه قاعده اصور بجوالي الثاني اللي لي فتره طويله ماني مصوره فيه، لانه اعتدت اني انا اصور بهذا الجوال. الحين قاعده اصور لكم بهذا الجوال بسبب مقطع اليوم، زي ما هو واضح في العنوان، اللي ادري انكم كثير منكم انصدم ومو مستوعب العنوان ويحسب انه كذب او مقلب، لكن لا والله ما هو مقلب، ما هو كذب من جد. ترى هذا الشيء ماني قاعده اطقطق عليكم ولا لي قاعده استهبل ولا شيء، بوريكم كل شيء حتى بالادله. عشان كذا اذا انتم مهتمين تعرفوا ايش قصه المقطع وكيف تكلمت مع فيليكس من ستراي كيدز. نعم، فيليكس من ستراي كيدز، ومو فيليكس الدوسري اللي انتم قاعدين تقولوا يعني، مدري ايش اسمه، فيليكس الدوسري او فيليكس السعودي، ذا ما اعرف مين هذا هو صراحه، لكن في ناس تحسب اني كلمته. نو للأمانة ما أعرف مين هو وما أهتم للأمانة، لكن قاعدة أتكلم عن فيليكس من سباكيتس الكوري. عشان كذا قبل ما نبدأ جايز، لا تنسوا أنكم تسووا لايك للمقطع وشير لو حبيتوا وتشتركوا في قناتي. والحين يلا نبدأ. طبعا الحين راح أشرح لكم كل شيء بالتفصيل، كيف كلمت فيليكس، كيف أنتوا كمان تقدروا تكلموا فيليكس، بس أبيكم تركزوا معاي في كل حرف أقوله، وفي حال أنكم ما فهمتوا شيء ارجعوا عيدوا المقطع او عيدوا البارت اللي انتم ما فهمتوه فعليا، واذا في حاجة يعني حتى لو عدتوها ما فهمتوها اكتبوا لي تحت وبحاول اني ارد على كل الاسئلة اللي تخص التطبيق هذا. الشيء اللي خلاني اكلم فيليكس هو تطبيق جي واي بي بابل. طبعا هذا مو اعلان ابدا، يا ريت لو اعلان، promote me جي واي بي بابل يعني please، يعني قاعدين نترجاهم انهم you know like خلوني اعلن لهم. السالفة ما فيها جايز انه هذا التطبيق يتيح لكم انكم تكلمون الفرق اللي في جي واي بي، زي مثلا توايس، ستراي كيدز، 2PM، يعني الفرق اللي موجودة في جي واي بي. التطبيق فكرته مرة حلوة مرة تجنن، لكن التطبيق مو مجاني، لازم انكم تدفعوا مقابل انكم تكلموا الايدول هذا، وراح اوضح كل شيء بخصوص انكم تتكلموا مع الايدول هذا، يعني ابيكم تركزوا في هذه النقطه كويس. الشيء اللي انتم راح تتلقوه مقابل انكم تدفعوا عشان تكلموا مثلا فرقه معينه او عضو معين من الفرقه هذه، راح تتلقوا مثلا تسجيلات صوت خاصه ما راح تنتشر، يعني هي فعليا المفروض انها ما تنتشر عند الكل، لكن طبعا في ناس يسربوا الاشياء اللي تنزل في التطبيق هذا، لكن بشكل عام هي ما تنزل بشكل رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الثانيه. ايش فيني قمت اكلج؟ وتتلقوا صور خاصة، فيديوهات خاصة، يعني ممكن ان الايدول يصور لكم بأي وقت، يصور لكم ايش قاعد ياكل، ايش قاعد يسوي، يصور نفسه، يسجل صوت له، يصور مقطع، يعني زي كذا، اوكي؟ لكن يوم تدخلوا تبون تشتروا تيكت، طبعا حسب التيكت اللي انتم تشتروه، يعني اذا تيكت واحد يعني يمديكم تكلموا عضو واحد فقط من كل فرقه، تمام؟ اذا اشتريتوا تيكتين يعني انتم يمديكم تغيروا انا شفيني قمت اقلج يعني يمديكم تكلموا عضوين من كل فرقه، واذا اشتريتوا يعني 8 تيكتات مثلا زي حق توايس يعني يمديكم تكلموا كل العضوات. طبعا انا لاحظت اني انا قاعده اقول انه تيكت يعني انه اذا اشتريتوا تيكت تكلموا واحد من كل فرقة، هو المقصد انه لو تكلموا شخص او عضو واحد من الفرقة اللي انتو اخترتوها، يعني مثلا اذا انتو اخترتوا ستراي كيدز واشتريتوا تذكرة واحدة يمديكم تكلموا فيليكس او العضو اللي انتو اخترتوه، بس انا بديكم مثال، يعني تكلموا فيليكس فقط، ما يمديكم تكلموا الاعضاء الباقيين اذا انتو اخترتوا تذكرة واحدة، فهمتوا؟ يعني انا كلشت، فالتذكرة الواحدة تدفعوها مقابل الفرقة اللي انتو اخترتوها مو كل الفرق. انا الشيء اللي انا اعرفه انه يمديكم تغيروا العضو مرة واحدة فقط، يعني في نفس الشهر، اذا انتم مثلا تبون تغيرون، يعني مثلا نفترض سترايكتس، اوكي، مثلا عندكم هيونجين وفيليكس، يمديكم انتم مثلا تغيروا من هيونجين لفيليكس مرة واحدة في الشهر، اوكي؟ هذا الشيء اللي اعرفه، ماني متأكدة من هذه النقطة لكن هذا الشيء اللي اعرفه. بالنسبة لموضوع الاشتراك والدفع والفلوس، هذه طبعا تدفعون عن طريق الكريدت كارد عادي يعني، وفي اظن في ابل باي برضو. طبعا السعر يختلف من كل دولة لدولة، يعني ممكن انتو الدولة حقتكم يكون السعر فيها غير عن الدولة اللي انا عايشة فيها. انا كوني ساكنة في تركيا
دفعت تقريبا 40 ليرة مقابل التيكت الواحد، وهذا الشيء يندفع شهريا. يمديكم تلغوا خاصية التجديد الشهري، يمديكم تلغونها وخلاص بس تكلموا يعني طبعا إذا لغيتوها ما حيمديكم تكلموا العضو للشهر الجاي. سو أنتوا تدفعون مبلغ معين مقابل أنكم تكلموا عضو واحد. طبعا للفرقة كاملة في سعر مختلف، فزي كذا بالنسبة للأسعار. طبعا خلوني أقول لكم حاجة جدا 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 مهمة بخصوص التطبيق، إنه إذا يعني جايين على بالكم زي مثلا إنه أنتوا راح يجيكم العضو يكلمكم لحالكم كذا، إنه يعني روم خاص فيكم، فأنتوا مرة غلطانين. يعني التطبيق مشكلة أنه ما وضح هذا الشيء، كتب إنه private message between you and the artist، يعني زي كذا يعني إنه رسائل خاصة بينك وبين الأرتست أو بينك وبين الأيدول المفضل. وأنا فعلا كان على بالي إنه يعني أنا أرسل رسالة وأستنى إن الأيدول يرد صلى الله وبارك وزي كذا، طلع الموضوع مو كذا أبدا. خلوني أفهمكم وركزوا معي كويس في النقطة عشان تستوعبوا الشيء اللي أنا بقوله. سو فكرة التطبيق وما فيه، أو كيف تتم المحادثة، على أي أساس الأيدول يرسل. طبعا تعرفون كون الأيدول يكون جدا مشغول، ما يمدي يعني يلحق إنه يرد على شخص، فنكون كلنا نحنا الفانز بروم مع الأيدول، لكن نحنا ما نشوف رسائل، نحنا ما نشوف رسائل بعض حنا الفانز، أوكي؟ يعني أنا ما يمديني أشوف إذا وحدة رسلت رسالة لفيليكس إيش هي رسلت، الأيدول بس اللي يمدي يشوف إيش الشيء اللي يرسلوا الفانز، تمام؟ يعني احنا كلنا نكون بجروب، ارجع واكرر، نحن كلنا نكون بجروب قاعدين نرسل لفيليكس وفيليكس يرد علينا كل. فزي ما قلت لكم نكون كلنا بروم وقاعدين نسالف مع فيليكس وفيليكس يسالف معانا ويقول لنا عن يومه وزي كذا. تأكدوا من حاجة واحدة جدا مهمة، انه انتوا تشتركون عند عضو يكون فعال. يعني انا اشتركت عند جيهيو عند فيليكس، جيهيو ابدا مو متفاعلة مقارنة بفيليكس، انا قاعدة اتكلم بصراحة، اوكي ركزوا معي. جيهيو مثلا تحدث كل يومين ثلاث، عكس فيليكس بشكل يومي صباحا ومساء يحدث ويسولف معانا، يعني مرة اكتف على التطبيق، مرة اكتف، اوكي. واسلوب فيليكس يجنن يا ناس، تحسونه من جد كذا كيوت. وترى احتمالية انه فيليكس يشوف رسائلكم انتو يعني يرد عليكم انتو اكبر بكثير من مثلا جيهيو. بالنسبة لي انا كتجربة، ما اعرف عن عضوات توايس الباقين، ما اعرف للامانة، لكن انا بصراحة قررت اني اشترك مع فيليكس كانوا يعرف انجليش، قلت انه ممكن يرد علي. فعشان كذا تأكدوا انكم تشتركون مع شخص اكتف على التطبيق. اوكي، ايش الشيء الثاني اللي بقوله؟ اول ما تشتركون عند العضو راح تجيكم رسالة تلقائية انه اسمك، انه do you want to be friends with me. انا كذا رسلت لي جيهيو انه انت تبين تكوني صديقتي زي كذا، وانا هنا كنت احسب انه oh my god هي قاعدة تكلمني. زي ما قلت لكم انه بالبداية انا حسبت انه هذا روم خاص فيني وفيها، يعني اول شيء قلت اوكي اكيد هذه رسالة اوتوماتيكية، بس انه هذا روم خاص فيني وفيها وانا بس اقعد استنى حتى الايدول اللي يرد علي صلى الله وبارك، ما كنت احسب انه احنا في جروب، اوكي. المهم بالنسبة لموضوع الاسم، اوكي نسيت اذكر، يمكن اني ذاكرتها يمكن اني ما ذاكرتها ما اعرف الصراحة، لكن بالنسبة لموضوع الاسم راح تلاحظوا انه مثلا فيليكس انا اول ما كتب اسمي خرجت احسبه يقصدني فعليا انه قاعد يكلمني انا روها، فاهمين كيف؟ انه انا وصلنا قلت هذا قاعد يقصدني، بعدين استوعبت انه هو يكتب stay والتطبيق يغيرها اوتوماتيكيا لاسمك اللي انت حاطته في التطبيق. يس لا تحسبوا انه هو يقصدكم انتم شخصيا، يوم يذكر اسمكم ركزوا معي. طيب الحين بالنسبه لجيهيو، انا يوم كلمتها طبعا زي ما قلت لكم هي مره متفاعله، سو انا كنت احاول دائما اكون متواجده معاها يوم هي ترسل انه انا ارسل وراها. طبعا الشيء اللي مره حلو ان الايدولز كلهم يقروا رسائلكم، يعني انا جيهيو قرت كل رسائلي، فيليكس قرت كل رسائلي، لكن فيليكس رد علي انا شخصيا، يعني واضح انه رده كان يعني رد على كلامي. اما بالنسبه لجيهيو فتحسونها ان هي قاعده تقرا الرسائل، او مو قاعده، هي فعليا قاعده تقرا الرسائل تتكلم عن يومها بشكل عام، ما تخصص شخص يعني معين في كلامها. ايه بقول لكم برضو شيء مره مهم، انه في ناس تحسب انه هذا الرد آلي، يعني مو الايدول هو نفسه اللي يسولف معاكم. لا جايز، هذا الايدول نفسه هو اللي يسولف معاكم حقيقي 100%، يعني هو اللي قاعد يسولف، مو هو رد آلي، مهم اشخاص ثانيين، لا الايدول يسولف
في معاكم في الجروب وكل شيء عادي وطبيعي وتمام. والتطبيق حقيقي باي ذا واي، عارفه حتجيني اسئله انه هذا التطبيق متاكده انه حقيقي؟ ايه حقيقي 100%، لانه هذا جاي من شركه جي واي بي نفسها. المهم نرجع نكمل. سو اليوم جيهي رسلت، وانا كنت نايمه، رسلت رسائل كثير وقاعده تتشكر الونسز على ما اظن انه فازوا بالمركز الاول، وارسلت تسجيل صوتي. راح اترك لكم التسجيل الصوتي عشان تسمعوه وتنبسطوا فيه.你が飲む酒は、你が飲む酒は、あんね、おとけおとけ、나랑만나볼래、어떻게생각해？참말말고말해，좋다고좋다고。نجي بخصوص موضوع فيليكس، كيف رد علي؟ ليش رد علي؟ إيش السالفة وزي كذا؟ الحين راح أشرح لكم كيف رد علي. So بس أبيكم تركزوا معي في نقطة، لأني عارفة حيجوني الناس اللي يقولون إيش دراك إنه رد عليك أنتي. Guys الأيدول زي ما قلت لكم يقرأ كل رسائلكم، لأنه إذا شال رقم واحد من جب الرسالة معناته إنه هو قراها، إذا شال رقم واحد معناته إنه قراها، أما إذا كان الرقم واحد معناته ما قرأ الرسالة لسه. أوكي فهمتوا معي؟ نسبة إن الأيدول يكلمكم ويرد عليكم أنتوا شخصياً أكبر بكثير يعني في هذا التطبيق، لأنه أنتوا مشتركين عشان هذا الشيء. فهمتوا كيف؟ أنتوا مشتركين عشان إن الأيدول يعني يكون عندكم نسبة أكبر إنه يرد عليكم يسولف معاكم، وبرضو عشان يعني زي ما يقولكم تأخذوا محتوى مميز أو خاص لكم كونكم دافعين. أوكي سو هنا كان قاعد يتكلم فيليكس إنه عن ما افتكر عن ايش كان قاعد يتكلم، بس انا كنت دايم ارسل له بالانجلش، ما رسلت له بالكوري ابدا. هو كان يكتب بس كوري. اوكي يعني كل فتره اللي كنت قاعده اشوف رسائل فيه اكتب فيها، كان دايما ارد في الوقت، يعني كان دايما يكون موجود في اليوم اللي انا اكون موجوده فيه، فادخل على طول وارد عليه. فالمهم انا كنت دايم اكتب له بالانجلش، سو كتبت له thank you for your hard work stay safe felix، انه شكرا لعملك الشاق، كون بخير فيليكس. راح أرد بالإنجليش thank you so much it means a lot really، إنه شكرا لك، إنه هذا الشيء يعني لي كثيرا. بعدين حطيت له هذا شو اسمه اللي أنتوا قاعدين تشوفونه. so هنا كان قاعد يكتب بالكوري، هنا رجع كتب بالكوري يعني عشان تشوفون إنه من جد كان قاعد يرد على كلامي، ما كمل كتابه بالإنجليش، لا كتب بالكوري. والحين حأثبت لكم مرة ثانية نرد عليه للمرة الثانية. سو هنا كان قاعد يقول بالكوري إنه أبي أسوي هذا إنه يبي يسوي هذا الشيء إنه يقول لنا شكرا، ويبي يقول شكرا للمرة الثانية أو الحين فعليا. قلت له إنه تأكد إنك تكون بخير، لا تضغط على نفسك، أتمنى لك الأفضل الأفضل دائما. راح وكتب لي alright إنه أوكي يعني زي حاضر، حط لي هذا الإيموجي. وأنا هنا guys تلفون قسما بالله، أول ما رد علي قالت أرجف 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 أرجف، والله العظيم الرجفة ممكن ما وقفت لمدة 5 دقائق، وحرفيا كنت قاعدة في منتجع عارفين اللي كنت بصرخ، بس مسكت نفسي قسما بالله. كمية التراعد اللي جاتني يوم شفته كتب إنجليش وقاعد يرد علي، حسيت إنه no freaking way، يعني مو معقول ابدا انه فيليكس تكلم معي انا، you know like شيء مره حلو شيء مره غريب بنفس الوقت انه ايدل يرد عليكم. سو هذا الشيء كان بالنسبه لي زي يعني حلم متحقق literally، يعني مين كان يتوقع انه فيليكس you know. وهذا من ثاني يوم already. اوكي هذا من ثاني يوم already، كان شيء مره حلو guys والله مره انبسطت وقعدت اصارخ وقلت لاهلي، واهلي كانوا مره مبسوطين. طبعا نزلت في الانستا والكل حرفيا الخاص عندي تراعد وقاعدين يسالوني اني ايش السالفه وزي كذا، وقلت لهم ما راح انزل شيء يعني ما حوري اي احد اي شيء حتى ينزل المقطع عشان تكونوا كلكم قاعدين تشوفون يعني المقطع هذا ما بال. سو جايز قسما بالله اول ما رد علي كان كيف شعور والله العظيم قاعد شعور مره حلو، اتمنى ان كل شخص فيكم يجرب هذا الشعور لانه شعور مره اسطوري جايز، شعور مره حلو شعور مره حلو. سو يس جايز انا رد علي فيليكس كذا. وطبعا خلوني اقول لكم شيء، انه في حتلاقوا فوق زي قلوب مع المحادثه، في قلوب، هذه القلوب معناته انه عدد الايام اللي انتم قضيتوها مع الايدول. اوكي سو اللهم صلي عليك يا نبي. كل ما زاد اليوم يصير يمديكم تكتبوا حروف أكثر، لأنه في ليمت للحروف، يعني ما يمديكم مثلا تكتبوا جريدة وترسلوها لفيليكس، لا بس
يمديكم مثلا ترسلوا 3 رسائل وبعدين تنتظروا حتى يرد عليكم الارتست او فعليا الايدول. سو الليمت 3 رسائل بعدين تنتظروا الايدول يرد عليكم على هذا السبيل على هذا الوضع. بعدين طبعا كل ما تزداد الايام كل ما تصير عندكم فرصه تكتبوا حروف اكثر ورسائل اكثر. و يس هذا بالنسبه للرسائل. وبس جايز يا رب يكون المقطع عجبكم. لا تنسوا انكم تسووا اشتراك لقناتي وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي اول باول. ولو حبيت المقطع لا تنسوا انكم تسووا لايك وشير عشان ينولك تخلوا الستيز يعرفون كيف يسولفون مع فرقتهم المفضله او مع مفضلينهم فعليا. هذا المقطع ممكن يكون يساعد كثير وفعليا انا شفت كثير ناس ما يعرفون بخصوص تطبيق بابل. سو حبيت اني اسوي مقطع عن هذا الشيء عشان يكون عندكم فرصه اذا انتم مثلا ستاي وعبالكم انه انتم تكلمون يعني نولك سترايكرز تكون عندكم فرصه اكبر انكم تسولفون معاهم ويلاحظوكم. سو يعني بالاول بالاخير هم بيقروا رسائلكم على الاكيد. اي ايدول في تطبيق بابل حيقرا رسائلكم اكيد 100%. سو هذا الشيء اللي مره حلو. وبرضو كذا ينولك نخلي الكيبوبرز يعرفون بوجود تطبيق زي كذا. يعني هذا الشيء يساعد كثير ناس عشان كذا شاركوا المقطع واكتبوا لي تحت كذا ايش ردة فعلكم يعني لو انه صار معاكم نفس اللي صار معي بالله ايش بيصير معاكم. ويس تقولوا لي تحت كذا ايش 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 بتكون ردة فعلكم اذا صار معاكم نفس الشيء. واذا رحتوا بتشتركوا انتوا عند فرقة او عضو معين في الفرقة فمين راح تختاروا اكتبوا لي تحت. ولا تنسوا انكم تسووا فولو لحساباتي على السوشيال ميديا. وبس جايز استودعتكم الله و I purple you. باي.